بصراحة هذا المقطع راح يعلمك أنك عمرك ما تتسرع وتأخذ حكم على أي موقف في الحياة. في البداية ظننت أن فرس النهر يدافع عن الغزالة، فأدرجته في أعلى قائمة حيواناتي المفضلة، لكن فرس النهر كان يدافع عن موعد استجمامه في الوحل، حيث غدر بالغزالة المسكينة وألقى بها إلى الضباع. في الأخير لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، والصلاة على سيدنا محمد.